خلونا نقول حالة الطقس النهاردة إيه، يعني ملخصة كده. الدنيا ربيع والجو بديع، بيتوقع خبراء الأرصاد الجوية إن النهاردة هيكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. تعالوا بقى نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية. نبتدي بالقاهرة. القاهرة العظمى النهاردة إن شاء الله هتكون 34، أما الصغرى في 20، الإسكندرية 27-18، الإسماعيلية 34-20، الدقهلية 33-19، الغردقة 32-22، أما المنيا ف 38-21. بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية، فنجد في درجة الحرارة في الرياض العظمى 36، أما الصغرى ف 22، أبو ظبي 32-28، أنقرة 21-7، لندن 22-13، واشنطن 19-8، أما بكين ف 21-12.